ثلاث عمليات، واحدة هنا اهو في مركبة شرايح ومسامير، وفي رجلي وفي الحوض. محمد بيشتغل ايه؟ ابنك بيشتغل ايه؟ كان الأول بيجري على موضوع الرخصة. الرخصة مهنية. فوقفت شوية حاجات كده، فضل بقى يشتغل شغلانة كده وشغلانة كده لغاية ما ايه، عشان ايه فيها فلوس يعني. الرخصة عايزة فلوس وكده. المهم بعد كده بقى معرفش حاجة عنه. قام النوم الصبح. ايه يا محمد رايح فين؟ قال انا ماشي. ما انت ماشي فين يا محمد؟ قال انا رايح عندي، هودي هروح عند حماتي، عند عمة مراته. طب ليه يا محمد؟ وانا قال والله اذا ما بحكي لك كده، والله يا والله يا جماعة، صدق والله صدق، والله اذا ما بحكي لكم كده والله والله صدق. طب انت دلوقتي، طب وانا، طب انا ما فيش اكل ولا شرب في البيت ولا معايا فلوس يا محمد، وانت عارف المعاش كله رايح الديون بتاع العملية. قال لي ربنا يتولاك. طب ايه اللي حصل؟ قال لي سلام مشي. ولا قلت له ولا بزعق ولا اصل هزعق ليه؟ هتخانق ليه؟ طب قول لي هتخانق ليه؟ طب الدين اللي عليك ده جه منين؟ الدين اللي عليا من العملية ومن العلاج. استلفت عشان تتعالج؟ استلفت عشان اعمل واحد خبطني بالعربية وجري، مش مسامحاه اللي خبطني بالعربية وجري. بعت كل حاجة، مش مسامحاه اللي خبطني بالعربية وجري. رماني في المستشفى الإسعاف ومش عملت العملية يا أستاذ عمرو. استلفت من طوب الأرض، وبعد كده طلعت من العملية عملت كارد وسددت إيه فلوس الناس. المعاش رايح فين؟ في الـ في الـ في القسط الكارد. أصبح إن أنا دلوقتي إيه، معيش دخل، مفيش دخل يوكلني ويشربني. محمد ابني كان بإيه يوكلني ويشربني. راح محمد بقى خد بعضه ومشي، هو ومراته، هو ومراته وزبوني. طب مراته ما قالتلوش مثلا نقعد مع ماما؟ ولا هي كانت معرفش في مشكله معاكي؟ مشيت هي وهو مشي والله. طب ما حاولش يساعدك في تسديد الديون؟ ما هوش ده بيوكلني ويشربني، والمعاش بيروح للديون كله، ما فيش ولا جنيه بيدخل لي، ما فيش. يعني كان حنين عليكي في الاول؟ ايوه استاذ عمرو والله، كان بيحميني وكان بيغير لي وكان بيقعد معايا والله. ليه اتغير؟ والله ما اعرف، والله ما اعرف. والله ما اعرف يا استاذ عمرو.